ازيكم يا سنة تانية، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنشرح محاضرة الفيميل ريبرودكتيف سيستم. اول حاجة هندعي الدعاء ده: اللهم اني اسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فهمني كما فهمتها سليمان، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. نحاول نجدد نيتنا ونفتكر ان احنا الوقت اللي احنا بنذاكر فيه ده احنا بندير ربنا، علشان لما نيجي نتسأل يوم القيامة عن عمره فيما افناه، وقتنا ده احنا بنحاول ان احنا نذاكر بيه حاجة عشان ننفع بيها حد بعد كده. هنبدأ بقى المحاضرة بتاعتنا النهاردة، The Female Reproductive System. اول حاجة المحاضرة دي احنا عايزين نخرج منها متعلمين ال structure of ال female reproductive system هو بيتكون من ايه. هنتكلم عن ال sexual life في ال females، هي بتبقى ايه هي ال sexual life. هنتكلم عن ال oogenesis، هنتكلم عن ال female sexual cycle. دي كلها حاجات هنعرفها طول المحاضرة. اول حاجه هنبدا بالستراكشر اوف الفيميل ريبرودكتيف سيستم. عندنا الفيميل ريبرودكتيف سيستم بيتكون من ايه، اللي هو الجهاز التناسلي عند الانثى. اول حاجه بيتكون من الاوفري اللي هو المبيض، اللي هنتكلم عن كل اورجان بعد كده. وبعد كده عندنا الفالوبيان تيوب اللي هو بيوصل الاوفري بالرحم اللي هو اليوترس. الرحم ده عندنا بيتكون من الفاندس اللي هي دي بتزرع فيها البويضة بعد ما يحصل لها الفيرتيلايزيشن. وفي عندنا الاندومتريوم اللي هي بطانة الرحم، في عندنا السيربكس اللي هو عنق الرحم، وفي عندنا البادي بتاع اليوترس اللي هو الجسم بتاعه. بعد كده عندنا اليوترس ده بيروح بعد كده على الفاجينا. وفي عندنا بقى اكسترنال جينيتاليا. الاكسترنال جينيتاليا عند الفيميل اللي هم دول، في عندنا اول حاجة الليبيا ماجورا. احنا عندنا ده كله اصلا الاكسترنال جينيتاليا موجودة في حاجة اسمها الفالفا، اللي هي الفالفا اللي هي دي كلها كده، الحتة دي اسمها الفالفا. اول حاجة هنتكلم عن الليبيا ماجورا اللي هي الجزء اللي بره ده، وبعد كده هندخل جوه هنروح عند الليبيا ماينورا اللي هي دي كده. وبعد كده في عندنا فتحتين، في عندنا فتحة الفاجينا اللي هي دي، في عندنا فتحة اليوريثرا اللي هي المفروض بينزل منها اليورين، وفي عندنا الكليتروس اللي هو اللي قدام. المفروض الكلام ده انتوا هتاخدوه في الاناتومي او في الهيستو، مش عارفة، بس يعني هو مش موضوعنا في الفسيولوجي دلوقتي. عندنا بقى هنقول ان الفيميل ريبرودكتيف سيستم ده عندنا بيتكون من حاجتين. اول حاجه عندنا البرايمري سكس اورجانز، وفي عندنا السكندري سكس اورجانز. اول حاجه البرايمري سكس اورجانز اللي هي عندنا اهم حاجه هي الاوفري. الاوفري ده اللي هو الجناد او السكس جلاند عند الفيميل اللي بيقابله التستس عند الميل. عنده وظيفتين: اول حاجه ان هو يعمل الجاميت اللي هي بتبقى عندنا الريبرودكتيف سيلز في الفيميل، تاني حاجه عندنا ان هو بيعمل بيصنع لنا الفيميل سكس هرمونز اللي هي الهرمونات اللي الفيميل بتحتاجها. هنبدا بقى نقرا الكلام. بيقول عندنا الاوفري هو الجناد او البرايمري سكس اورجان في الفيميل، تمام. بيقول ذا فيميل هاز تو اورجانز، اللي هما يعني يقصد التو اوفريز. ايتش وان هاز تو فانكشن. اول حاجه عندنا الجاميتوجينيك فانكشن، قلنا ان هو بيصنع الجاميت اللي هي الريبرودكتيف سيلز عند الفيميل. احنا عندنا اصلا جسمنا بيبقى فيه نوعين من السيلز. اول حاجه السوماتيك سيلز اللي هي بقى بتبقى موجوده في الاجهزه التانية في الجسم، اللي هي بتاعه الدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم والكلام ده كله. في عندنا تاني حاجه بقى اللي هي الجاميت او الريبرودكتيف سيلز. الجاميت عندنا في الفيميل اللي هي الاوفم، او في الميل اللي هي بتبقى عندنا السبرم. فالاوفم عندنا او الايج هنا اللي بيصنعها لي الاوفري. تاني حاجه الاوفري بيعملها ان هو عنده الاندوكراين فانكشن. الاندوكراين دي احنا كنا خدنا في مديول الاندوكراين قبل كده ان احنا عندنا اندوكراين جلاند، دي يعني معناها بتطلع هرمون بيمشي في الدم على طول. فهي هنا بتطلع الفيميل سكس اورجانز اللي هي عندنا شبه الاستروجين والبروجستيرون. تاني حاجه عندنا بقى الاكسسوري او السكندري سكس اورجانز اللي هي السكس اورجانز الثانويه عند الفيميل. في عندنا بيقول اول حاجه زي سيستم اوف ذا جينيتال داكس اللي احنا كنا قلنا الفيميل ريبرودكتيف سيستم، الفالوبيان تيوبس واليوترس والسيرفكس والفاجينا. نرجع لهم تاني اهو، الفالوبيان تيوب والسيرفكس اهو والفاجينا، وده اليوترس كده. تاني حاجة عندنا الاكسترنال جينيتاليا قلنا اللي هي الفالفا، اللي هي كانت الجزء اللي موجود بره، واللي هو بيبقى فيه الليبيا ماجورا والليبيا ماينورا والكليتوريس.
تمام كده. وبعد كده بيقول لي تالت حاجة عندي اللي هي البريست. البريست هنا هو قال لي ان ده ما بيعتبرش فيه الفيميل جينيتال اورجانس، ولكنه ماماري جلاند هي بتساعد في عملية الريبرودكشن عموما، لان هي اللي بيطلع منها الملك لما الست بتيجي ترضع والكلام ده كله، فهي بيقول لي هي بتبقى داخله فيه. فهو بيقول لي ان هي مش في الجينيتال اورجانس، ولكن هي داخله في الفيميل ريبرودكتيف سيستم. عندنا السيكشوال لايف ان الفيميلز بتتقسم لثلاث مراحل. اول حاجه البري بيوبرتال بيريود اللي هي تعتبر التشايلد هود بيريود. تاني حاجه عندنا الريبرودكتيف بيريود. تالت حاجه عندنا البوست مينوبوزال بيريود. البري بيوبرتال بيريود دي بتبقى من اول ما الفيميل بتتولد from birth to puberty لحد ما بتوصل لمرحلة البلوغ. دي بتبقى عندنا من 12 ل 15 سنة. اثناء البري بيوبرتال بيريود دي البرايمري والسكندري سكس اورجانس ريمين كويسنت، يعني هي بتبقى في مرحلة خمول، بتبقى قاعدة في حالة ريست كده مش بتعمل حاجة. تاني حاجة عندنا الريبرودكتيف بيريود دي بتبقى عندنا from the onset of puberty من أول ما الفيميل بتوصل للبيوبرتي to the onset of menopause. المينوبوز دي الوقت اللي خلاص يعني المنستروشن بتتقطع عند الفيميل، خلاص ما تبقاش قادرة ان هي تخلف تاني، اللي هو سن اليأس. ده بيبقى عندنا من 45 ل 55 سنة. بيقول عندنا the first menstrual cycle is called the menarche اللي هي أول دورة بتنزل عند الفيميل دي بيبقى اسمها المينارك. the permanent stoppage of the menstrual cycle is called the menopause. يبقى بداية المنستروشن أول واحدة اسمها المينارك، أول ما بتقف خلاص بتبقى عندنا المينوبوز. هو المينوبوز مش شرط ان هي أول ما بتقف خالص، ممكن ان هي بتقعد سنة كاملة من غير ما تنزل لها المنستروشن، فدي كده نقول ان هي دخلت في المينوبوز. الريبرودكتيف بيريود دي هي الفترة اللي الفيميل بتبقى قادرة ان هي لسه تخلف فيها، اول ما بتوصل للمينوبوز خلاص كده الفيميل بتبقى مش هتخلف تاني. تالت حاجة عندنا بقى البوست مينوبوزال بيريود اللي هي اول ما الفيميل خلاص دخلت في المينوبوز اللي هو سن اليأس بقى لحد اخر حياتها. عندنا بقى هنتكلم عن الاوجينيسيس. الاوجينيسيس ده عبارة عن مجموعة من الخطوات عشان نحول الاوسايت، عشان نحولها لماتيور اوفا، ان هي قادرة ان هي يحصل لها فيرتيلايزيشن بسبرم عشان تطلع لنا الزيجوت ويحصل عملية الريبرودكشن. عملية الاوجينيسيس بقى بيقول اهي series of steps through which the developing egg اللي هي الاوسايت differentiate into a mature egg اللي هي الاوفا. عندنا بقى الاوجينسيس دي بتبقى عبارة عن مرحلتين، في جزء بيحصل انترايوتراين وفي جزء بيحصل اكسترايوتراين. هنبدأ اول حاجة بالانترايوتراين. احنا عندنا الاوفري وهو بتتكون معاه مجموعة من الخلايا اسمها البريمورديال جيرم سيلز. البريمورديال جيرم سيلز دي بتعتبر شبه السوماتيك سيلز عادي، بتكون عندنا 46 كروموسومز. الفيميل وهي لسه في الانترايوتراين لايف اثناء الحمل بيكون عندنا موجوده البريمورديال جيرم سيلز دي جوه الاوفري، بتروح تهاجر لسطح الاوفري. عشان وهي بتهاجر لسطح الاوفري دي بتتعرض لان هي بتنقسم كذا مره علشان تطلع لنا الاوجونيا. الاوجونيا دي اللي هي بيكون عندنا 46 كروموسوم، بتبقى عندنا سنجل ستراند. يبقى احنا عندنا البريمورديال جيرم سيلز حصل لها ديفيجن علشان تطلع لنا الاوجونيا، كنا عندنا 46 كروموسوم عادي تمام. الاوجونيا دي بقى بتحوطها مجموعة من الجرانيولوزا سيلز. الجرانيولوزا سيلز دي حاجات موجودة، خلايا موجودة في الأوفري، بتحوط الأوجونيا عشان تكون لنا حاجة اسمها البريمورديال فوليكل. علشان بتبقى البريمورديال فوليكل دي موجودة وجواها الأوجونيا، بتحصل بقى جواها كل الانقسامات. بعد كده تفضل بقى الفيميل أثناء شهور الحمل، فأول 5 شهور في الحمل تفضل الأوجونيا قاعدة بتعرض لانقسامات كتير، ميتوتيك ديفيجن تفضل تنقسم كذا مرة لحد ما توقف الميتوتيك ديفيجن ده خالص عند الشهر الخامس، وبتقوم متحولة لحاجة اسمها البرايمري أوسايت. البرايمري أوسايت دي برضو بتكون 46 كروموسوم، بس الأوجونيا بتكون سنجل ستراند، البرايمري أوسايت دي بتكون عندنا دبل ستراند. يبقى احنا عندنا الأوجونيا عملت الميتوتيك ديفيجن عشان تتحول للبرايم، عملت ميتوتيك ديفيجن وقفته خالص وتحولت بعدها البرايمري أوسايت. احنا طبيعي
عايزين نطلع في الاخر ريبرودكتيف سيلز او السكس سيلز اللي هي عندنا الجميت الاوفم. الاوفم دي المفروض بتبقى عندنا 23 كروموسوم وبتبقى عندنا سنجل ستراند. احنا دلوقتي بادئين بالبرايمري اوووسايت، وقلنا عمليه الاوجينسيس ان انا احول الاوووسايت اللي هي 46 ودبل ستراند احولها للاوفم اللي هي 23 وسنجل ستراند. يبقى انا هل ينفع ان انا هكمل ميتوتيك ديفيجن تاني؟ لا، ان انا هبدا ادخل بقى في الميوسيس. البرايمري اوووسايت دي عايزه تدخل في الميوسيس، فهتبدا في الفرق. احنا عندنا في الميوسيس بيكون في فيرست ميوتيك ديفيجن وفي سكند ميوتيك ديفيجن، فالبرايمري اوووسايت دي هتدخل في الفيرست ميوتيك ديفيجن، ولكن هي مش هتكمله، هي هتقف في نصه. تمام كده لحد بقى ما هنوصل لاخر الحمل. احنا عندنا بقى خلاص بعد كده الفيميل هتتولد، تمام، وهتفضل البرايمري اوووسايت ثابته على حالها، مفيش اي حاجه. الفيميل وهي بتتولد المفروض بيكون في مليون او اتنين، من 1 ل2 مليون بريمورديال فوليكلز عندها. تفضل البريمورديال فوليكلز دي موجوده عادي طول ما هي موجوده في التشايلد هود بيريود، مش بتعمل اي حاجه الا ان هي بتقل في العدد لحد ما نوصل للبيوبرتي بيكون عندها 300 ألف بريمورديال فوليكلز. تمام كده هنيجي بعد كده اهو البرايمري اوسايت جوه البريمورديال فوليكل عادي، وصلنا للبيوبرتي. احنا حياتنا في الكلية بنقسمها بالمديول، بنقول اي حاجة، بنقول طب خلاص مثلا ده بقت وحدة القياس عندنا في حياتنا هي المديول، ده في اول المديول في اخر المديول. الكلام ده كله السيكشوال لايف عند الفيميل في الريبرودكتيف بيريود بتبقى وحدة القياس عندها هي المنسترول سايكل. هنتكلم هنقول في اول المنسترول سايكل، في نص المنسترول سايكل، في اخر المنسترول سايكل، هتبقى هي دي وحدة القياس عندنا. والمنسترول سايكل دي بتكون كل شهر تقريبا او 28 يوم، في ناس بتزيد عندها 7 ايام، في ناس بتقل 7 ايام، بس يعني الافريج بتاعها 28 يوم. كده الفيميل دخلت في البيوبرتي، تمام. هنيجي كل شهر عند المنسترول سايكل، هنشرح بعد كده المنسترول سايكل دي بيحصل فيها ايه بالظبط، بس خلينا عارفين دلوقتي المنسترول سايكل وخلاص. المنسترول سايكل هتيجي عند كل شهر الفيميل دخلت في البيوبرتي، هتيجي مجموعة من البريمورديال فوليكلز اللي هما موجودين من 300 ألف، هيحاولوا ان هما يكبروا، كلهم بيتسابقوا ان هما يكبروا، ولكن للأسف واحدة بس هي اللي بتكبر في الآخر، تمام، واحدة اللي بتريتش الماتيوريتي. لما هي بقى خلاص في واحدة كبرت عندنا، تمام، هنيجي في نص المنسترول سايكل دي عند اليوم الـ14، أساس ان احنا نتكلم في ان هي 28 يوم، هنيجي عند اليوم الـ14. اليوم الـ14 ده بتحصل فيه حاجة اسمها الأوفيوليشن، هنتكلم عن الأوفيوليشن بعد كده. الاوفيوليشن ده هو الفكره ان هو بتيجي بقى، احنا عندنا المفروض اللي هي البريماري اوسايت احنا قايلين ان هي جوه البريمورديال فوليكل، يعني هتطلع منه بعد كده بس احنا هنشرحها يعني. هنشرح بعد كده. الفكره بقى ان احنا عندنا عند الاوفيوليشن، الاوفيوليشن ده بيبقى عند الـ14 يوم. قبل الاوفيوليشن على طول البريمورديال فوليكل دي جواها بقى البرايمري اوووسايت هتكمل، مش احنا كنا قايلين ان هي واقفه في الفيرست مايوتيك ديفيجن وهي في الحمل، هتكمل بقى الفيرست مايوتيك ديفيجن ده قبل الاوفيوليشن على طول، جاست بيفور الاوفيوليشن. دي جمله مهمه قوي وهنشرح الاوفيوليشن بعد كده، بس المهم نركز ان هي جاست بيفور الاوفيوليشن البرايمري اوووسايتس كومبليتس الفيرست مايوتيك ديفيجن. تمام كده وخلاص. بعد كده بقى هتدينا البرايمري اوووسايت، هتدينا سكندري اوووسايت برضو 23 كروموسوم وبولر بادي. البولر بادي ده بيبقى جسم اصغر من الاوووسايت، تمام، برضو بيبقى 23 كروموسوم، بس الاتنين دول كده دبل ستراند. السكندري اوووسايت دي بقى هتدخل في السكند مايوتيك ديفيجن، ولكن برضو هتقف في نصه، مش هتكمله بقى الا لما يجي لها سبيرم ويعمل لها فيرتلايزيشن، فتقوم وقتها مكملة السكند مايتيك ديفيجن وتدينا بقى الماتيور اوفم، وتدينا كمان معاها برضو بولر بادي اللي هو السكند بولر بادي. بقى الاوفم والبولر بادي دول الاتنين بيبقوا 23 كروموسوم سنجل ستراند. يبقى احنا كده وصلنا للحاجة اللي احنا عايزينها، تمام كده. والفيرست بولر بادي اللي كان موجود بيدينا اهو 2 بولر بادز، كل واحد فيهم ان يعني 23 كروموسوم وبيبقى سنجل ستراند،
تمام كده. خلاص يبقى احنا المرحلة طبعا من اول البيوبرتي وحوار ان البرايمري او البريمورديال فوليكلز بتبدأ كل واحدة عايزة تكبر، دي ده كله طبعا بيبقى اكسترا يوتراين، تمام كده. بنقول بقى عندنا الانترا يوتراين ستيج، بيقول ديورنج الايرلي ديفلوب ايرلي امبريونيك ديفلوبمنت ذا بريمورديال جيرم سيلز ميجريت تو الاوتر سيرفيس اوف الاوفري، بتدينا الاوغوجونيا. ديورنج الميجريشن زي جيرم سيلز ديفايد ريبيتدلي باي الميتوتيك ديفيجن، each cell contain a diploid number اللي هو 46 كروموسوم of a single strand chromosomes. each oogonia is surrounded by a single layer of granulosa cells to form the primordial follicle. by the fifth month of the fetal development the two ovaries contain 6 to 7 million of the oogonia which then stop the mitotic division and differentiate into large primary oocytes each contain a diploid number 46 of the double strand chromosomes in the primordial follicles. at birth the ovary contains about 1 to 2 million primordial follicles. بيقول ان اثناء عملية تكوين الجنين ان البريمورديال جيرم سيلز دي بتهاجر للسطح الخارجي من الاوفري عشان تدينا الاوغونيا. اثناء الهجره بتاعتها دي ان هي بتنقسم ميتوتك كذا مره عشان تدينا الاوغونيا اللي هي بتكون 46 كروموسوم وسنجل ستراند. كل اوغونيا بتتحاوط بسنجل طبقه واحده سنجل لاير من الجرانيولوزا سيلز اللي هي عشان تدينا البريمورديال فوليكل. في الشهر الخامس اللي بيبقى عندنا التو اوفاريز فيهم من 6 ل 7 مليون من الاوغونيا اللي هي فضلت تنقسم كتير، هتوقف خلاص بقى الميتوتيك ديفيجن وهتتحول للارج برايمري اوسايت، كل واحده فيها برضو 46 كروموسوم ولكن دبل ستراند. طبعا احنا قلنا ان خلاص كل حاجه بتحصل بعد كده تبقى جوه البريمورديال فوليكل. at birth لما بتيجي الفيميل بتتولد الاوري بيبقى فيه من 1 ل 2 مليون من البريمورديال فوليكل. بعد كده بقى بيقول دخلنا بقى على الاكسترا يوتراين، بيقول في البري بيوبرتال بيريود اللي هي فترة قلنا التشايلد هود، بيقول البرايمري اوسايت ريمين كويسنت تيل ايدج اوف بيوبرتي ان هي بتفضل ثابتة، ما خلاص مش بتنقسم يعني ولا بتعمل حاجة، ان هو طبعا قلنا الا ان هي بتقل في العدد. at puberty the number of the primary oocyte in both ovaries decreased to 300,000، ان هو بيبقوا 300,000. كنا قلنا ان البنت لما جت تتولد كان الاوفري كان فيه من 1 ل 2 مليون. بعد كده بيقول بقى ايه البوست بيوبرتال بيريود، at puberty a group of the primary oocytes start development in the growing ovarian follicles each month. قلنا ال each month اللي هو في المنستيرال سايكل بيجي مجموعه من البريمورديال فوليكلز او البرايمري اوسايتس كول بريمورديال فوليكلز ان هما بيحاولوا يكبروا. only one primary oocyte reaches the maturity، واحده بس هي اللي بتكبر. and start the first mitotic division. هي المفروض ان هي كانت اصلا في الاول كانت وصلت لل first mitotic division بس مش بتكمله، هي بقى هنا بتكمله in the Graafian follicle just before the ovulation. لحد يعني هي بتعمل first mitotic division ده قبل ال ovulation على طول، تمام كده. هنشرح بعد كده ال ovulation ده ايه، بس المهم ان احنا نبقى عارفين ان ال first mitotic division ده بيحصل امتى، just before the ovulation، تمام كده. لو جه سألني مثلا هو يعني بيقول لي الفيرست ماتيك ديفيجن امتى، هقول جاست بيفور الاوفيوليشن، مش هقول ان هو كان انترا يوتراين خالص. to produce a large secondary oocyte عشان تطلع لنا السكندري اوسايت قلنا اللي هي الكبيره ومعاها السمولر فيرست بولر بادي، كل واحد فيهم بيبقى عندنا هابلويد اللي هو 23 نمبر اوف الكروموسومز بيبقوا دبل ستراند، تمام كده. وبعدها بيقول the ovum undergoes a second mitotic division. قلنا السكندري اوسايت كنا قايلين ان هي بعد كده بتدخل في السكند mitotic division وبتقف في نصه بس بتكمله اول ما بيجي لها السبيرم عشان يعمل لها fertilization وتقوم مطلعه لي الماتيور اوفم. وقلنا كده ساعه لما قلنا ان انا كده خلاص بقى عندي 23 كروموسوم سنجل ستراند وانا كده وصلت للهدف بتاعي،
هو the ovum undergoes a second mitotic division just after the fertilization, resulting in separation of sister chromatids, producing a mature ova and a smaller second polar body. قلنا ان هي بتطلع كمان second polar body، وال first polar body بيطلع لي اتنين، يبقى انا كده عندي 3 polar bodies في الاخر. Each contains a haploid number 23 of a single strand chromosomes. نرجع بقى نلخص الحتة دي كده بسرعة. يبقى احنا قلنا الاوجينيسيس ان هي مجموعه من الخطوات عشان احول البرايمري اوسايت للاوفا، تمام. قلنا في الانترايوتراين اصلا البريمورديال جيرم سيلز اللي هي بتتكون مع الاوفري ان هي بتمر بكذا ميتوتيك ديفيجن عشان تديني الاوجونيوم اللي هي 46 وبتبقى سنجل ستراند. الاوجونيوم دي بتفضل تنقسم كذا مره ميتوتيك لحد ما بتوصل للشهر الخامس، بتوقف اي ديفيجن خالص وبتتحول للبرايمري اوسايت اللي هي 46 سنجل ستراند. البرايمري اوسايت دي بتبدا الفيرست ميتيك ديفيجن ولكن بتقف في نصه، مش هتكمله خالص. والبنت هتتولد والبرايمري اوسايت هتفضل ثابته، وطبعا هي جوه البريمورديال فوليكل، تمام. لحد ما هتوصل للبيوبرتي هيبقى عندي 300,000 برايمري اوسايت. هنبدا في البيوبرتي مع كل شهر او مع كل منستيرول سايكل البرايمري اوسايت دول كذا واحده هتحاول تكبر، ولكن واحده بس اللي هتبقى ماتيور في الاخر. هتيجي اللي هي كبرت دي هتعمل هتكمل بقى الفيرست مايوتيك ديفيجن جاست بيفور الاوفيوليشن على طول قبل التبويض على طول، وهتقوم مطلعه لي سكندري اوسايت وفيرست بولار بادي، كل واحد 23 كروموسوم وبيبقى عندي سنجل دبل ستراند. وبعد كده السكندري اوسايت دي هتفضل ثابته لحد ما يحصل الفيرتيلايزيشن، وهتقوم مكمله برضو السكند مايتيك ديفيجن، تمام كده. هتقوم مطلعه لي الاوفم وبولار بادي كمان، والفيرست بولار بادي بيطلع لي 2 بولار بادز، وبيبقى الأربعة دول 23 كروموسوم وبيبقوا سنجل ستراند، تمام كده. نتكلم بقى دلوقتي عن الفيميل سيكشوال سايكل. عندنا الفيميل عندها في حياتها تو سايكلز مهمين. أول حاجة الأوفريان سايكل. الأوفريان سايكل دي اللي هي بتطلع بيها الأوفم اللي هي الجميد علشان يحصل لها فيرتيلايزيشن. تاني حاجة عندنا اليوترين سايكل اللي هي بتجهز بيها اليوترس ان يكون قادر ان هو يستقبل الفيرتلايزد اوفم عشان يعمل لها امبلانتيشن ويعرف يكمل الحمل. الحاجات دي كلها تقريبا بتكون كل شهر، وبيكون ليها ترتيب معين في الاحداث بتمشي بيه. نبدأ بقى نشوف الكلام المكتوب. بيقول the reproductive period of the female is characterized by monthly Cell changes in the rates of secretion of the female hormones and the corresponding physical changes in the ovaries. ان ال reproductive period اللي احنا كنا قلنا ان هي بتاعت الفيميل من البيوبرتي لحد المينوبوز بتتميز بان هي بيحصل فيها تغيرات بتحصل بطريقة منظمة يعني كل شهر في السكريشن بتاع الفيميل هرمونز، ان هي بتحصل فيها physical changes في الأوفرس واليوترس والأذر sexual organs. بعد كده بيقول لي this cyclic pattern is called the female monthly sexual cycle or less accurately menstrual cycle. ممكن نقول عليك يعني menstrual cycle. The average duration of the cycle is 28 يوم. 28 يوم دي ممكن تختلف، ممكن تزيد أو تقل في بعض الستات يعني، بس الأفريج عندنا اللي هو 28. بيقولي بقى ايه the female sexual cycle has two significant results. اول حاجة only a single ovum is normally released from one of the ovaries each month. So normally only a single fetus can be formed at a time اللي هي ال ovarian cycle. بيقولي ان انا في ovum واحدة بتطلع من كل ovary كل شهر، تمام. فعشان كده في الطبيعي ان انا لما بيحصل حمل فانا بيبقى عندي جنين واحد في المرة يعني، دي كده اللي هي الأوفريان سايكل. تاني حاجة بيقول لي the uterus is prepared in advance for implantation of the fertilized ovum at the required time of the month اللي هو اليوترين أو المنستيرال سايكل. إن اليوترس ببدأ أجهزه عشان هو قادر يستقبل البويضة المخصبة دي في الوقت اللي هو المناسب ليها في الشهر. بيقول لي السايكل بقى دي اللي هي اسمها اليوترين أو المنستيرال سايكل. اول حاجه احنا هنبدا نتكلم عن المنسترول سايكل، هنشرحها
ونقرا الكلام بتاعها المكتوب، بعد كده نرجع نشوف اليوتراين سايكل ونشرحها هي كمان. اول حاجه في الاوفيريان سايكل، احنا عندنا الاوفيريان سايكل هتتكون، هنقسمها على 3 حاجات. اول حاجه الفوليكولار فيز، تاني حاجه الاوفيوليشن، تالت حاجه اليوتيال فيز. احنا عندنا الفوليكولار فيز دي هنقسمها لحاجتين، الايرلي فوليكولار والليت فوليكولار. احنا قلنا قبل كده في ورا ساعات لما كنا بنقول هنا في الحتة دي، مش كنا قلنا هنا ان البرايمري او اوسايت ان هي بتفضل واقفة عند الفيرست مايوتيك ديفيجن، وان هما لحد ما بيوصلوا للبيوبرتي وبيبدأوا يتسابقوا بقى مين اللي هتكبر اكتر. انا عايزة بس الحتة دي عشان احنا نرجع نستخدمها تاني. في الايرلي بقى فوليكلر هنا عندنا ان الفوليكلز الموجودة دي اللي هي البريمورديال فوليكلز، ان هما كلهم بيتسابقوا علشان ان هما يوصل للماتيوريتي، بس واحدة بس هي اللي بتوصل. اللي بتوصل دي هيبقى اسمها الجرافيان فوليكل، هنسميها هنا كده، تمام؟ فده اللي بيحصل في الايرلي فوليكلر. تاني حاجة عندي بقى في الليت فوليكلر، ان الفوليكل اللي كبرت دي هتبدأ بقى تطلع لي استروجين، عشان ده هيساعدها ان هي تكبر اكتر، وهتوقف ال اف اس اتش هنا. هنا اولا اصلا ال اف اس اتش هو اللي خلى الفوليكلز اللي في الاول تكبر، هي بقى هنا عشان قاعده بتطلع استروجين، فال اف اس اتش ده هيقف كده، تمام؟ وهتخلي الفوليكلز التانية ان هي ما تكبرش. فاحنا كده عندنا اهو الفوليكولار فيز، هنا الهرمون اللي بيأثر فيها ال اف اس اتش هو الدوميننت هرمون هنا، تمام؟ بيخلي الفوليكلز تكبر لحد ما واحدة تكبر، اللي بتكبر دي تبدأ تطلع استروجين لحد ما توقف ال اف اس اتش. عموما الاستروجين احنا هنقول ان هو دايما بيبقى ليه نيجاتيف فيدباك، بيوقف ال اف اس اتش او ال ال اتش، تمام؟ ما عدا في حاجة واحدة بس هي هنبدأ نقولها بعد كده. فالمهم بقى ان احنا عندنا اللي قلنا بقى الفوليكل دي اللي هي الجرافيان فوليكل او الماتيور فوليكل، هنا بتطلع الاستروجين فيخليها تكبر اكتر، ويخلي خلاص الفوليكلز التانية توقف، والاف اس اتش خلاص كده هيقف، تمام كده؟ خلاص احنا داخلين بقى ايه على هنا. تاني حاجة قلنا الاوفيوليشن، فاكرين لما كنا بنقول قلنا اهم حاجة نعرفها ان البرايمري اوسايت بتكمل الفيرست مايوتيك ديفيجن جاست بيفور الاوفيوليشن، واكدت عليها كذا مره، هو ده بقى الاوفيوليشن. فاحنا كده خلاص داخلين عليه، يبقى احنا كده هتيجي البرايمري اوسايت في الفوليكل اللي عندنا دي، وهتقوم عامله الفيرست مايوتيك ديفيجن، هتديني السكندري اوسايت والفيرست بولار بادي، تمام كده؟ وقلنا السكندري اوسايت اللي هي بتدخل في السكند مايوتيك ديفيجن بس بتقف في نصه، بس دي معلومه احنا مش محتاجينها هنا دلوقتي، تمام كده؟ فاحنا كده خلاص هندخل على الاوفيوليشن. ايه بقى اللي هو الاوفيوليشن ده؟ الاوفيوليشن ده اللي هو بقى عندنا التبويض، تمام؟ ايه بقى فكره الاوفيوليشن؟ ان احنا عندنا البريمورديال فوليكل دي اللي هي هنسميها خلاص بعد ما بقت ماتيور هنسميها جرافيان فوليكل، ان هي تطلع لي الاوفم اللي جواها، او يعني اللي هي السكندري اوسايت قلنا اللي هي في نص المايتيك ديفيجن، علشان تكمل المايتيك ديفيجن بقى في الفيرتلايزيشن وكده، فاحنا هنطلق عليها الاوفم يعني مجازا. فهي احنا هنا عايزين نطلع الاوفم من الجرافيان فوليكل، هو بقى هي دي الاوفيوليشن، هي المرحله دي اللي بتطلع فيها. عندنا هنا مش احنا قلنا ان هو قاعد بيطلع استروجين، الاستروجين قلنا الحالة الوحيدة اللي هو بيبقى عنده فيها بوست فيدباك، قلنا في استثناء واحد هو بقى الاوفيليشن، ده الاستثناء ان الاستروجين هنا لما بيزيد ان هو بيزود بيبقى ليه بوست فيدباك على الجي ان ار اتش من الهايبوثالاموس، فتأثر على الانتيريور بيتوتري تخليها تطلع ال اتش والاف اس اتش، بس ال اتش بيكون بكمية اكبر، فتطلع لي بقى هنا الاوفم خلاص هتطلع من الجرافيان فوليكل. ومش بس كده بقى، احنا ندخل بقى على المرحلة الثالثة اللي هي اليوتيال فيز، تمام؟ اليوتيال فيز دي هيجي بقى فيها ال ال اتش كمان هيخلي الجرافيان فوليكل دي هتتحول بطريقة معينة هنشرحها بعد كده للكوربس ليوتيم. الكوربس ليوتيم ده بقى اللي هو الجسم الاصفر، تمام؟ والكوربس ليوتيم ده برضو بيطلع استروجين وبروجستيرون، واحنا اصلا عندنا في سيكا سيلز والجرانيولوزا سيلز برضو هتطلع استروجين
وبروجستيرون هنشرحهم برضو. فالمهم ان احنا هنوصل في الاخر ان احنا عندنا برضو استروجين طلع كتير، فاحنا قلنا الاستروجين في اي وقت بيطلع بيبقى ليه نيجاتيف فيدباك فهيقلل ال اتش وال اف اس اتش، ولكن احنا قلنا اصلا ان ال اتش هو اللي طلع الكوربس ليوتيم، فكده الكوربس ليوتيم لازم محتاج ال اتش عشان يكمل. فاحنا عندنا الكوربس ليوتيم هيبقى ليه مصيرين، يا اما هيكمل ال ال اتش يعني هو هيلحقه عادي وهيكمل لو حصل فيرتيلايزيشن، وهيفضل يطلع لحد ما نوصل للحمل هو اللي بيطلع البروجستيرون وكده في اول فتره في الحمل، يا اما عندنا خلاص ال ال اتش مش هيبقى موجود، فكده خلاص الكوربس ليوتيم هيبدا بقى يحصل له ديجنريشن ويتحول للكوربس البيكنز ويموت خالص. تمام كده، يبقى نعيد بقى كده الحته دي تاني. احنا عندنا اول حاجة قلنا في الفوليكولار فيز في مجموعة من الفوليكلز عايزة تكبر، في واحدة بس هي اللي هتكبر، اللي هتكبر دي اللي هي عندنا ايه واحدة بس هتكبر هيبقى اسمها الجرافيان فوليكل. الجرافيان فوليكل دي هتفضل تطلع احنا تطلع الاستروجين، الاستروجين ده هيبقى عنده نيجاتيف فيدباك على الاف اس اتش، فالاف اس اتش كده خلاص مش هيطلع، فاحنا كده يعتبر قربنا نخلص الفوليكولار فيز. تمام، بعد كده بقى عندنا داخلين على الاوفيوليشن، فكده البرايمري اوسايت هتكمل الفيرست ميتيك ديفيجن بتاعه وتديني السكندري اوسايت. تمام، وبعد كده هندخل على الاوفيوليشن. الاوفيوليشن بقى هنا هيجي الجرافيان فوليكل اللي هي دي هيحصل لها رابتشر وهتطلع لي الاوفم اللي عندي. تمام، اللي انا محتاجاها هنا في ال في اللي هي الاوفيوليشن تحت تاثير ال ال اتش وال اف اس اتش، قلنا عن طريق ايه البوزيتيف فيدباك بتاعه الاستروجين، الاستروجين اللي هو بتطلعه الجرافيان فوليكل دي. بعد كده خلاص هندخل بقى المرحله الثالثه اللي هي اليوتيل فيس. ال ال اتش هيخلي الجرافيان فوليكل دي ان هي تتحول لحاجه اسمها الكوربس ليوتيم. الكوربس ليوتيم ده هيبقى عندنا ليه مصيرين، يا اما ان هو هيكمل لو حصل فيرتلايزيشن، يا اما ان هو يحصل له ديجنريشن ويتحول لكوربس البيكنس وخلاص كده وهيتدمر، وبعد كده تبدا عندنا سايكل جديده. تمام كده، هنا اهي بيقول لي في الفوليكولار فيز بيقول لي سيلكتد تيرشري فوليكل، وبعد كده خلاص ان هي دي اللي هي الفوليكل اللي كبرت، وبعد كده بيحصل هنا الاوفيوليشن اهو ودي سرعه الاوفا، وبعد كده عندي بقى في اليوتيل فيز اهو بيبدا يتكون الكوربس ليوتيم، بعد كده الكوربس البيكنز هو هنا عمل على اساس ان ما فيش فيرتلايزيشن خلاص كوربس البيكنز، وبعد كده الديجريدنج كوربس خلاص، وبعد كده خلاص ان هو بقى بيختفي. اول حاجه هو بقى بيقول ان الاوفيريان سايكل دي it is the cyclical changes occurring in the ovaries during each month of the female reproductive life due to the cyclical variations of the FSH وال LH serum levels and results in release of one mature ova from one of the ovaries. بيقول لي ان دي تغيرات بتحصل بصفه دوريه في الاوفري كل شهر من الفيميل ريبرودكتيف لايف اللي هي الفتره من البيوبرتي للمينوبوز، الحاجات دي ما بتحصلش لا قبل البيوبرتي ولا بتحصل بعد المينوبوز due to the cyclical variations of the FSH وال LH نتيجه التغيرات اللي هي بصفه دوريه في ال FSH وال LH، وبينتج عنها في الاخر ان هي بتطلع لي ماتيور اوفم واحده من اوفري واحد. تمام، بيبقى كل شهر من اوفري، يعني ما فيش اوفري بيشتغل شهرين ورا بعض. تمام كده، هنبدأ بقى نتكلم عنها ونشرحها بالتفصيل. اول حاجه بقى بيقول لي عندي الفوليكولار فيز، احنا بنتكلم دلوقتي في الاوفيريان سايكل، قلنا ليها 3 مراحل اللي هي الفوليكولار فيز والاوفيليشن واليوتيل فيز. اول حاجه الفوليكولار فيز، بيقول لي ان انا عندي في الفوليكولار فيز دي ان هي بتتقسم حاجتين. اول حاجه الايرلي فوليكولار فيز اللي هي دي بتعتمد على الاف اس اتش. تمام، وبعد كده تاني حاجه الليت فوليكولار فيز دي اف اس اتش اندبندنت. تمام، بيقول لي اول حاجه في الايرلي فوليكولار دي ان انا عندي الاف اس اتش بيحفز ان البريمورديال فوليكلز، بيقول لي بيجي مثلا من 10 ل 15 فوليكل ان هم يكبروا، ولكن واحده بس اللي هتوصل للماتيوريتي. الاف اس اتش ستيمولييت الجروث اوف 10 تو 15 بريمورديال فوليكلز. تمام، وان فوليكل ماتيور فيرست ريتشنج الاف اس اتش اندبندنت فيز، ان هي توصل للفيز اللي بعد كده اللي هي الليت فوليكولار فيز. بيقول لي بقى في الليت فوليكولار فيز بقى دي اللي بيحصل فيها، بيقول لي
ان الفوليكل اللي كبرت دي ان هي بتطلع كميه كبيره من الاستروجين، فالاستروجين ده بيخليها اولا ان هي تكبر اكتر، وان هو قلنا ان الاستروجين في اي وقت بيبقى ليه نيجاتيف فيدباك على الاف اس اس اتش والال اتش، فان هي بيمنع ال بيبقى عنده نيجاتيف فيدباك فبيمنع السكريشن بتاع الاف اس اتش، وان هي بتمنع بقى الفوليكلز التانية من ان هي تكبر. الفوليكلز التانية اللي هي خلاص مش هتكبر تاني دي بيبقى اسمها اتريتيك فوليكلز، تمام؟ والفوليكل قلنا اللي كبرت دي هتبقى اسمها الجرافيوم فوليكل. كده خلاص احنا الفيس دي هي قربت تخلص خالص وداخلين على الاوفيوليشن، قلنا جاست بيفور الاوفيوليشن، الجملة دي دايما لازم مرتبطة معانا في دماغنا بالفيرست مايوتيك ديفيجن. فالفيرست مايوتيك ديفيجن هنا البرايمري اوسايت جوه الجرافيوم فوليكل، تكمل الفيرست ميتيك ديفيجن وهتطلع لي السكندري اوسايت والفيرست بولر بادي. قلنا السكندري اوسايت دي اللي هي بتبدا تدخل في السكند ميتيك ديفيجن وتقف في نص، مش هتكمله الا لما يحصل فيرتلايزيشن، تمام كده؟ بيقول لي اهو وان فوليكل سيكريت لارج اماونت اوف الاستروجين ويتش ليدز تو فارذر ستيميوليشن اوف الجروث اوف ذات فوليكل والفيدباك انهبيشن اوف الاف اس اتش سكريشن كوزنج ريجريشن اوف الاذر فوليكلز اللي هي الاتريتيك فوليكلز. وبعد كده بيقول لي ان البرايمري اوسايت كومبليت ذا فيرست مايوتيك ديفيجن فورمينج السكندري اوسايت نير ذا اند اوف ذس فيز جاست بيفور الاوفيوليشن، ان هي بتطلع كميه كبيره من الاستروجين بتحفز نموها وبتمنع السكريشن بتاعه الاف اس اتش وبتعمل ريجريشن عشان خلاص احنا كنا اصلا قايلين فوق ان الاف اس اتش هو اللي بيعمل ستيميليشن للنمو بتاعهم، فهو لا هنا خلاص كده ما بقاش في اف اس اتش فخلاص، فالفوليكلز التانية مش هيكبروا تاني وبيقسموه الاتريتيك فوليكلز والبرايمري اوسايت بتكمل الفيرست ميتيك ديفيجن بتاعها، تمام كده؟ تاني حاجة بقى في الاوفيوليشن، انا قبل ما اكمل الاوفيوليشن واقول اليوتيلي الفيس هقول بس حاجة مهمة عشان هي مش مكتوبة هنا في المحاضرة. انا عندي الاوفيريان سايكل دي او المنسترول سايكل او ايا كان، هي منسترول سايكل ده طبعا على اسم اليوترين، بس يعني عموما الاوفيريان سايكل ان هي المفروض الافريج بتاعتها ان هي بتبقى 28 يوم، بس في ستات بتختلف وفي ستات بتزيد. ايه بقى اصلا اللي بيختلف وبيزيد عند الست، اللي بيقل اقصد او بيزيد عند الستات دي؟ ان انا عندي الحاجه اللي بتتغير هي الفوليكولار فيز. الفوليكولار فيز دي هي اللي ما نقدرش نقول عليها عدد ايام معين، انما انا عندي لو احنا عندنا في الطبيعي اللي هو 28 يوم، ال 28 يوم دول هيمشوا ازاي؟ هنقسمهم ازاي؟ يعني هنقول ان اليوتيال فيز لازم في اخر 14 يوم من السايكل، تمام؟ والاوفيوليشن اللي هو قبل اخر 14 يوم، يبقى احنا عندنا ال 28 هنمسك 14 يوم في الاخر. يبقى انا عندي اهم ال 14 يوم بيبقوا اللي هم اليوتيل فيز، وعندي الاوفيوليشن هيبقى في اليوم ال 14 بالظبط، تمام؟ والفوليكولار فيز هتبقى هي الايام المتبقيه، يعني هتبقى 14 يوم كمان. طب لو انا عندي في ميل مثلا السايكل بتاعتها 35 يوم، فانا دي هحسبها ازاي؟ اول حاجه هقوم قايل كده ان عندي ان السايكل دي 35 يوم، هشوف كده قلنا اليوتيال فيز هي في اخر 14 يوم، يبقى اليوتيال فيز هشوف 35 ناقص 14 يبقى عندي تقريبا من اليوم 21، يبقى اليوتيال فيز بتبدا من 21 لحد ال 35، ويبقى كده الاوفيوليشن بيحصل عند اليوم 21، ويبقى كده مثلا الفوليكولار فيز هتبقى عندنا 21 يوم. على حين مثلا لو انا عندي فيميل عندها السايكل بتاعتها 21 يوم، فانا كده برضو همسك اليوتيل فيز، فكده اليوتيل فيز هقول 21 ناقص الـ14 يبقى كده هيديني 7، يبقى كده اليوتيل فيز من عند اليوم السابع لحد اليوم 21، والاوفيوليشن بيحصل عند اليوم السابع، والفوليكولار فيز بتقعد عند الفيميل دي بتقعد 7 ايام، تمام كده؟ هنا بقى بيقولي في الاوفيوليشن، قلنا في الاوفيوليشن ده قلنا بقى هو في اليوم الـ14 على اساس ان انا اللي هنا السايكل عندي 28 يوم، بس ده مش حاجة ستاندرد ان انا لازم امشي عليها ان هو يبقى في اليوم الـ14، لا
هنا بقى قلنا الاوفيوليشن ده معناها التبويض. التبويض دي معناها ايه؟ ان الاوفم ان هي تطلع لي من الماتير جرافيان فوليكل. دي بتطلع بقى ازاي؟ عن طريق كذا حاجه. اول حاجه احنا قلنا اصلا ان الماتير جرافيان فوليكل هنا كنا قلنا ان هي بتطلع استروجين. قلنا الاستروجين ده الحاله الوحيده اللي بيبقى ليها بوزيتيف فيدباك اللي هي ايه؟ هي الاوفيوليشن. تمام كده. فهنا بقى بيقول لي ان الاستروجين اللي طالع هنا ان هو كان بتطلعه الجرافيان فوليكل هنا بيبقى ليه بوزيتيف فيدباك، فهو بيطلع الجي ان ار اتش من الهايبوثالاموس فيخلي الانتيريور بتويتري ان هي تطلع الاف اس اتش والال اتش، بس بيكون الال اتش هنا الدوميننت، هو اللي بيطلع بكميه اكبر. فبعد كده بعد ما الال اتش والاف اس اتش خلاص يبداوا يطلعوا، الال اتش بقى تخلي قبل ما اقول ال اتش بيعمل ايه، معلش احنا كنا اصلا قلنا ايه؟ ان البريمورديال الجرافيان فوليكل دي اللي هي اصلا البريمورديال فوليكل اللي كبرت، بس البريمورديال فوليكل اللي هي اصلا كانت اتكونت في الانترايوتراين لايف كنا قايلين ان هي متكونه من الجرانيولوزا سيلز اللي هي في الاوفري، قلنا وبتبقى جواها الاوغوجونيا او الاوغوسايت وكده. تمام. فاحنا عندي برضو يبقى كده الجرافيان فوليكل هي برضو متكونه من جرانيولوزا سيلز. فانا هيجي بقى عندي ال ال اتش هيخلي الجرانيولوزا سيلز بتاعه الفوليكل دي ان هي هتطلع فلويد جوه الفوليكل. فانا عندي مثلا البالونه، بالونة مثلا صغيرة وأنا قاعد أحط جواها مية، أحط جواها مية، أحط جواها مية، فالبالونة دي طبيعي إن هي هتكبر. نفس الحاجة عندنا على الفوليكل دي، الفوليكل هتكبر برضو، فالولز بتاعتها هتبقى ستريتش، هيحصل لها هتمتد فهتبقى ضعيفة. تاني حاجة عندي إن ال ال اتش بيخلي حاجة اسمها عندنا السيكا اكسترنا سيلز. احنا عندنا اصلا الفوليكل هي جرانيولوزا سيلز وبيبقى فيه تحتها نوع تاني من السيلز اسمها السيكا سيلز، في منها سيكا اكسترنا وسيكا انترنا. فانا هاجي بقى عند السيكا اكسترنا دي ال ال اتش هيخليها ان هي تطلع بروتيولوتيك انزيمز ان هي الحاجات اللي بتذوب البروتينات. تمام كده. فهتقوم خلاص بقى عندي الفوليكل هتيجي في الاخر وهترابتشر وهتطلع لي الاوفن بتاعتي. تمام. هنبدأ بقى نقرا الكلام. بيقول لي at the 14th day the mature graafian follicle rupture with consequent discharge of the ovum into the abdominal cavity، ان هي هترابتشر وهتطلع لي الاوفم. بيقول لي بقى عندي ايه؟ increase the estrogen level lead to the boost feedback stimulation of the GnRH secretion from the hypothalamus، ان هو هيطلع لي ال GnRH من الهايبوثالاموس. تمام. this stimulates the anterior pituitary secretion of the LH mainly، ان هو قلنا بيطلع لي ال LH بكمية اكبر لان ال LH هو الهرمون الدوميننت هنا اكتر. بيبقى 10 فولز انكريز واللي عند ال FSH2 lesser extent اللي هو 2 فولز انكريز. تمام. بعد كده بيقول لي بقى ان ال LH surge، كلمه ال LH surge دي حاجه مهمه قوي. تمام. cause the ovulation by two mechanisms، لازم كلمة زي ما قلنا ان just before the ovulation دايما مرتبطة معايا بالفيرست ميوتيك ديفيجن، فال LH سيرج دي دايما تبقى مرتبطة معايا بالاوفيوليشن. تمام. فبيقول لي بقى ان ال LH سيرج causes the ovulation by two mechanisms. اول حاجة بيقول لي ان ال LH stimulates the granulosa cells of the mature graafian follicle to secrete fluid inside the lumen of the follicle which cause over stretch of its wall، ان هي قاعدة بتطلع فلويد جوه جوه فتكبرها، فكده الوولز هتكبر وان هي هتبقى اضعف. تمام. تاني حاجة عندي بيقول لي ان ال LH stimulates the secretion of the proteolytic enzymes from the cica external cells، ان السيكا external اللي هي احنا قلنا السيكا سيلز دي بتبقى موجودة في الجرافيان فوليكل، ان هي بتطلع بروتيوليتيك انزيم. these two factors lead to the rupture of the follicle and release of the ovum surrounded by single layer of the corona radiata، دي بتبقى عبارة عن جلايكوبروتين عشان تحمي الاوفم انتو البروتين بريتونيال كافيتي، ان خلاص كده الفوليكل خلاص حصل لها رابتشر وان هي هتطلع لي الاوفن بتاعتي. تمام كده. هندخل بقى تالت حاجة على بقى ايه؟ اليوتيل فيز. اليوتيل فيز دي بقى اهو بيقول لي من اليوم ال 14 لليوم ال 28، قلنا اخر 14 يوم. تمام. بيقول لي بقى ايه؟ it depends mainly on the LH and on to some extent on the FSH، برضو هنا الهرمون الدوميننت هيبقى هو هنا ال LH اكتر.
بيقول لي بقى ال ال اتش هنا بيعمل ايه. مش احنا خلاص الفوليكل حصل لها رابتشر وطلعت الاوفم خلاص، واحنا قلنا الفوليكل دي بتتكون من جرانيولوزا سيلز وسيكا سيلز، يبقى انا عندي ال ال اتش هيخلي السيكا سيلز والجرانيولوزا سيلز دول ان هم يتحولوا لحاجه اسمها اليوتاين سيلز في عمليه اسمها اليوتانيزيشن عشان يكونوا لي حاجه اسمها الكوربس ليوتين، تمام كده. ال ال اتش برضو هيخلي السيكا سيلز هتطلع لي اندروجين وبروجستيرون، وهيخلي الجرانيولوزا سيلز هتطلع لي بروجستيرون بس، تمام. يبقى احنا كده عندنا قلنا اهو ال ال اتش بيخلي السيكا سيلز تطلع بروجستيرون واندروجين، انما الجرانيولوزا هتطلع البروجستيرون بس. وبعد كده هنيجي تاني حاجه، احنا عشان قلنا هنا ال ال اتش هو الدوميننت اكتر، بس برضو قلنا الاف اس اتش ليه شغل، مش احنا قلنا هنا ان تو سام اكستنت قلنا الاف اس اتش. احنا عندنا بقى الاف اس اتش هيعمل ايه؟ ده بقى بيشتغل على الجرانيولوزا سيلز بس ملوش علاقه بالسيكا سيلز خالص. يبقى احنا عندنا السيكا سيلز لما قلناها المرتين قلناها مع الاف اس اتش، مره في الاوفيوليشن ان هو كان بيشتغل على السيكا اكسترن عشان تطلع البروتيوليتيك انزيمز، ومره تانية ان هو بيشتغل عليها عشان تطلع البروجستيرون والاندروجينز في اليوتيل فيز. هنا بقى بيقول لي الاف اس اتش ان هو بيخلي الجرانيولوزا سيلز ان هي تطلع الاروماتيز انزيم، اللي هو احنا عندنا اصلا الجرانيولوزا سيلز بتطلع لي اندروجين كمان هي كمان، تمام. فهو بيخليها تطلع اروماتيز انزيم، الاروماتيز ده هو اللي بيحول الاندروجين لاستروجين، تمام كده. وبعد كده كمان ان بيخليها تطلع لي بروجستيرون، والاف اس اتش بقى هو اللي يعني بصوا الانسان عدو نفسه بجد، يعني بيخليها تطلع لي انهبين اللي هو اصلا بيمنع السكريشن بتاع الاف اس اتش. شفتوا بقى؟ فاحنا كده هنبدأ بقى نقراها. بيقول لي بقى هنا ايه، احنا قلنا الحتة دي ال LH acts on both the theca and the granulosa cells، بيقول لي induce the development of the corpus luteum from the follicle by converting the granulosa and the theca cells into lutein cells للuteinization، تمام. ان هو خلاص قلنا بيحول الجرانيولوزا والسيكا لليوتين سيلز عشان يكون لي الكوربس ليوتين. تاني حاجة ان هو استيمولات السيكا سيلز بيحفزها ان هي تطلع بروجستيرون واندروجين. تالت حاجه استيمولات الجرانيولوزا سيلز ان هي تطلع لي البروجستيرون. وبعد كده بقى بيقول لي ايه الاف اس اتش بقى acts mainly on the granulosa cells، ان هو بيشتغل على granulosa cells بس، بيقول only اقصد بيقول لي بقى ان هو بيعمل ايه، بيشجع ال granulosa cells ان هي تطلع ال aromatase enzyme which catalyze the transformation of the androgen secreted by the granulosa cells into the estrogen. تاني حاجة ان هو بيستيمولات ال granulosa cells ان هي تطلع البروجستيرون. تالت حاجة ان هي هو برضو بيعمل استيميليشن للجرانيولوزا سيلز ان هي تطلع الانهبين اللي هو بيمنع السكريشن بتاع الاف اس اتش، تمام كده. ولكن هنا اليوتيل فيز لسه ما خلصتش، بس هي ما كانش ليها مكان فمعرفتش احط بقيتها هنا. هنتكلم بقى عن التكوين بتاع الكوربس ليوتين. احنا كنا قلنا جزء منه ورا ان احنا ما قلنا ال ال اتش بيحول الجرانيولوزا والسيكا سيلز ان هو بيحولهم لليوتين سيلز. بيقول لي ان انا بعد ما بتطلع الاوفر ان ايه بقى الحاجات اللي بتحصل بعد كده في الفوليكل لحد ما بتحول للكوربس ليوتين. اول حاجه ان انا بيبقى عندي الفوليكل دي بتتملي دم، تمام. فطلع لي حاجه اسمها كوربس هيموراجيكا، وبعد كده الفوليكل بيبدا يحصل لها كولابس والجرانيولوزا سيلز بيحصل لها بروليفريشن، وبعد كده بقى يجي ال ال اتش يحول السيكا سيلز والجرانيولوزا سيلز يحولهم لليوتاين سيلز، تمام كده. نبدا بقى نشوف. بيقول لي بقى ايه after the release of the ovum this change occurs in the remaining part of the follicle، تمام كده. soon after rupture of the graafian follicle hand release of the ovum the follicle is filled with the blood which is called the corpus hemorrhagicum، تمام كده. وبعد كده بيقول لي ايه ان الكولابس الفوليكل از كولابس، تمام. والجرانيولوزا سيلز بروليفريت اند هايبرتروفي، تمام. وبعد كده عندي بقى اليوتنايزيشن. مصطلح اليوتنايزيشن ده حاجه مهمه قوي، ان هو بيقول لي بقى ايه يلوش ليبويد ماتيريال از ديبوستد ان الجرانيولوزا سيلز اند ذا سيكا انترنا سيلز،
which are transformed into luteinizils. Called the granulosa luteinizils and the ceca luteinizils. تمام. بعد كده بيقول لي بقى ايه under the influence of the LH the corpus luteans creates large quantity of progesterone and smaller amount of estrogen. يبقى احنا عندنا بيقول هنا ان ال LH بقى هو اللي طلع الكوربس ليوتين، وهو كمان اللي بيخليه يقوم بوظيفته. وظيفته ايه؟ ان هو يطلع كمية كبيرة من البروجستيرون وكمية اصغر شوية من الاستروجين. تمام كده. بعد كده بقى ندخل على السلايد اللي بعدها، بيقول لي بقى الكوربس ليوتين ده بيحصل فيه ايه الطبيعي او اغلب الوقت، ان مش الطبيعي يعني اغلب الوقت، ان انا مثلا ما فيش عندي فيرتلايزيشن. ايه بقى اللي بيحصل فيه؟ مش احنا قلنا ان الكوربس ليوتيم ده بيطلع استروجين وبروجستيرون كتير، واحنا قلنا الاستروجين والبروجستيرون في اي وقت بيبقى ليهم ايه؟ بيبقى ليهم نيجاتيف انهيبيشن ما عدا البوست فيدباك اللي هي بتبقى بتاعه الاوفيوليشن بس. يبقى انا عندي هنا اي وقت تاني يبقى افتكر على طول في دماغي هيبقى هيعمل نيجاتيف فيدباك. فبيقول لي هنا الهاي ليفلز اوف الاستروجين اند البروجستيرون انهبيت ال LH اند ال FSH. واحنا قلنا اصلا قبل كده ان ال LH هو اللي مطلع الكوربس ليوتين، وهو محتاج برضو الكوربس ليوتين علشان يقدر يكمل. ايه الكوربس ليوتين محتاج برضو ال LH عشان يقدر يكمل. خلاص كده مبقاش في ال LH، هيعمل ايه الكوربس ليوتين؟ هيموت. causing اهو ال degeneration and the fibrosis of the corpus luteum into the corpus albicans. تمام كده. لو انا بقى عندي ايه ال حصل بقى fertilization، ايه بقى اللي هيحصل؟ فبيقولني ان الكوربس ليوتيم هيفضل يطلع بقى هو البروجستيرون في اول 12 شهر في الحمل عادي. تمام. بيقول لي بقى ايه بس مش خلاص احنا كده كده ما بقاش فيه ال اتش تمام ولا اف اس اتش. بيقول لي بقى ان هو بيقوم بوظيفته دي تحت تأثير هرمون الاتش سي جي اللي هو الهرمون بتاع الحمل. تمام كده. بعد كده بقى البلاسنتا هتيجي تاخد دور. تمام كده. نراجع بقى على الاوفريان سايكل بسرعه. اهو هنا اول حاجه الاف اس اتش طالع عندي في الفوليكولار فيز، هيخلي جروب اوف الفوليكلز ان هما يكبروا، في واحده بس اللي هتكبر، اللي هتكبر دي هيبقى فيها البرايمري اوسايت. البرايمري اوسايت هتكمل الفيرست مايتيك ديفيجن جاست بيفور الاوفيوليشن، وهي هتكون برضو بتطلع لي الاستروجين. وبعد كده هندخل على الاستروجين ده هيعمل انهيبيشن للسكريشن بتاع الاف اس اتش. هندخل على مرحله الاوفيوليشن، هادي هيجي ال LH الاستروجين اصلا اللي بتطلعه الفوليكل دي هيعمل بوست فيدباك، فهيطلع ال LH وال FSH. ال LH ده هيساعد في الرابتشر بتاع الفوليكل عشان تطلع لي الاوفا. وبعد كده هيجي ال LH بعدها ان هو هياخد من الجرافيان فوليكل الباقي بتاعها اللي موجود عشان يطلع لي الكوربس ليوتيم. الكوربس ليوتيم ده هندخل دخلنا بقى على اليوتيل فيس. لو فضل لو ما حصلش فيرتلايزيشن هيكون هو اصلا بيطلع استروجين وبروجستيرون فهيمنع ال LH، فكده خلاص مش هيقدر يكمل وال LH مش موجود، بيتحول لكوربس البيكنس ويختفي خلاص. بعد كده لو حصل فيرتلايزيشن هيكمل ويفضل يطلع الاستروجين والبروجستيرون في اول 3 شهور في الحمل لحد ما البلاسينتا تيجي وتاخد دور. نقول هنا بسرعة وخلاص، قلنا الأوفريان سايكل اللي هي سايكل تشينجز بتحصل في الشهر تحت تأثير التغيرات اللي بتحصل في ال FSH وال LH عشان تطلع لي أوفم واحدة من كل أوفري. هنا في الفوليكلر فيس في الايرلي ان هما مجموعة من الفوليكلز بتبدأ تكبر، ما واحدة بس اللي بتكبر. في الليت ان هي الفوليكل دي بتطلع استروجين كتير بيساعد في ان هي تكبر اكتر وبيمنع ال FSH وبيمنع الجروث بتاع الاذر فوليكلز خلاص. والبرايمري اوسايت بتكمل الفيرست ماتيك ديفيجن تعمل لي السكندري اوسايت. هندخل على الاوفيوليشن. الاوفيوليشن هنا هيجي عندي الاستروجين اللي بتطلعه الفوليكل اللي هنا ده هيطلع ال LH بكميه كبيره وال FSH بس بكميه اقل. ال LH هيساعد الجرانيولوزا سيلز ان هي تطلع فلويد فهيعمل ستريتش للور، وهيخلي السيكا اكسترنال سيلز تطلع بروتيوليتيك انزيمز، فكده عندي رابتشر للفوليكل ويحصل ريليس للاوفا. تاني حاجه عندي بقى تالت حاجه بقى اللي هي اليوتيل فيس. ال LH هنا هيخلي السيكا سيلز والجرانيولوزا سيلز ان هم يتحولوا للكوربس ليوتين
وهيخلي سيكا سيلز تطلع البروجستيرون واندروجين، والجرانيولوزا سيلز تطلع البروجستيرون بس. وهنا الاف اس اتش ان هو بيشتغل على الجرانيولوزا سيلز بس، وبيخليها تطلع الاروماتيز عشان تطلع الاستروجين، وبتطلع بروجستيرون بتطلع انهبين، فكده مش هيبقى فيه اف اس اتش تاني. بيقول الكوربس ليوتين بيتكون ازاي؟ ان هو اول حاجه بيتجمع بلاد في الجرافيان فوليكل، فتديني الكوربس هيموراجيكا، وبعد كده عندي الفوليكل يبدا يحصل لها كولابس، والجرانيولوزا سيلز هتبدا بقى ان هي تكبر، صلاة بروليفريشن يعني وهايبرتروفي، والسيكا سيلز السيكا انترنا سيلز يعني والجرانيولوزا سيلز ان هما بيتحولوا ليوتين سيلز اللي عشان يدوني الكوربس ليوتين. وبيقول لي ان ال LH بيخلي الكوربس ليوتين يطلع كمية كبيرة من البروجستيرون وكمية اقل من الاستروجين. لو ما حصلش فيرتيلايزيشن خلاص كده يبقى الاستروجين والبروجستيرون هيمنعوا السكريشن بتاع ال LH وال FSH، وكده الكوربس ليوتيم هيحصل له ديجنريشن وفايبروسيس، دي الكوربس البيكنز. لو حصل فيرتيلايزيشن الكوربس ليوتيم هيكمل عادي في اول 3 شهور في الحمل تحت تأثير ال HCG، وبعد كده البلاسنتا هي اللي هتاخد دور، وهي اللي هتطلع هي تبقى مسؤولة ان هي تطلع البروجستيرون بقى. هنرجع بقى عندنا لليوترين او المنستيرول سايكل. هي عبارة عن بقى ايه؟ هي برضو تغيرات بتحصل كل شهر بصفة دورية عشان تغير في الاندوميتريوم بتاع اليوترس، بحيث قلنا ايه ان هو يبقى قادر ان هو يستقبل الفيرتلايزد اوفم لما تيجي. تمام، هنشرح بقى نرجع للرسمة دي تاني. اول حاجة احنا عندنا اليوترين سايكل دي بتتقسم لثلاثة فيزز، اللي هي عندنا اول حاجة لو خدنا من اليوم الاولاني اللي هو الديستركتيف او المنستريشن، تاني حاجه عندنا البروليفراتيف فيز، تالت حاجه عندنا اللي هي السكريتوري فيز. احنا هنبدا بالبروليفراتيف الاول وبعد كده نبقى نرجع للمنستريشن. عندنا بقى البروليفراتيف فيز دي اللي هي بتبقى مقابله للفوليكولار فيز في الاوفريان سايكل. احنا عندنا الاوفريان سايكل قلنا بيحصل فيها ايه؟ قلنا الفوليكلز بتكبر والجرافيان فوليكلز بتطلع لنا الاستروجين، يبقى احنا عندنا هنا الهرمون اللي موجود هيبقى هو الاستروجين. يبقى في البروليفراتيف فيز الاستروجين هو الهرمون المسؤول عندنا. الاستروجين بقى هنا بيعمل ايه؟ بيخلي الابيثيليوم يتكون في الاندومتريوم بتاعه الرحم، وبيخلي الجلاندس تبقى موجوده، وبيزود وبيخلي البلاد فيزلز ترجع تتكون تاني. تمام كده. تاني حاجه عندنا بقى اللي هي السكريتوري فيز. السكريتوري فيز دي اللي هي تقريبا بتبقى مقابله لليوتيل فيز في الاوفريان سايكل. احنا قايلين في اليوتيل فيز المفروض الكوربس ليوتين بيتكون، والكوربس ليوتيم بيطلع لي البروجستيرون اكتر وبيطلع لي كميه اقل من الاستروجين، فاحنا هناخد على البروجستيرون. فالبروجستيرون هنا هو اللي بيبقى موجود في السكريتوري فيز، بيعمل لي بقى ايه؟ اولا بيخلي الاندوميتريوم بتاعه الرحم تكبر اكتر، وبيخلي بقى الجلاندس اللي اتكونت ان هي بتبقى تورشوس، وبيخلي البلاد فيزلز كمان تبقى تورشوس، وبيزود البلاد سبلاي للاندوميتريوم. عشان كده بصوا هنا بدات تكبر، هنا الاندوميتريوم نفسها اكبر، وهنا البلاد فيزلز بدات تتكون كده، هنا لا واضح ان الفيزلز بقت اكتر وبدات بقى هي تبقى تورشوس وكده. تمام. بعد كده بقى عندنا احنا قايلين ايه؟ ان الكوربس ليوتيم اول ما بيلاقي ان ال LH خلاص ما بقاش موجود، ان هو خلاص بيبدأ يتدمر، وبيبقى بقى الكوربس البيكنز، وبيحصل له ديجنريشن والكلام ده كله. فكده الكوربس البيكنز في الاخر ان هو خلاص هو اللي كان بيطلع لي الاستروجين والبروجستيرون، كده ما بقاش في عندي استروجين ولا بروجستيرون، وانا اصلا قايل ان اصلا الاندوميتريوم اللي هي بطانه الرحم في البروليفراتيف فيز اللي بيعملها الاستروجين اللي مسؤول عن الجروس بتاعها، والبروجستيرون الفارذر جروس في السكريتوري فيز ما بقاش فيه لا ده ولا ده. فهتيجي بقى عندي خلاص كده الاندوميتريوم بقى هتنهار خلاص، الحاجات اللي كانت مقوياها ومسنداها ما بقتش موجوده، هتنهار بقى، فينزل بقى عندي المنستريشن. تمام كده. نبدأ بقى ندخل هنا برضو نفس الحاجة اهي، البروليفريتيف فيز وقبلها المنسز. المنسز دي اللي هي الفترة
للاندوميتريوم خلاص بيحصل لها فيها شيدنج وسلافنج وبينزل الدم خلاص. بعد كده البروليفريتيف فيز ان الاندوميتريوم تبدأ تتكون تاني. وبعد كده ندخل على السكريتوري فيز اللي هي بقى تبدأ الجلانس تبقى تورشوس والاندوميتريوم تكبر اكتر والبلاد فيزز تبقى تورشوس والكلام ده كله. هنشرح ده كله. اول حاجه بقى بيقولي الفيز بتاعه اليوترين سايكل، هنخلي المنستيرول فيز للاخر. هنبدا بالبروليفريتيف فيز اللي هي الفيز الثانيه. اول حاجه بيقولي دي اللي هي بتبقى مقابله للفوليكولار فيز اوف الاوفريان سايكل، تمام مفيش مشكله. الديوريشن بقى بتاعي فروم ذا 5th تو ذا 14th داي اوف المنستريشن. مش احنا قايلين ان هو مقابله للفوليكولار فيز، والفوليكولار فيز تقريبا بتفضل لحد اليوم ال 14، بس احنا اصلا في عندنا كام يوم في الاول اللي هما بتوع المنسز. فكده هتكمل بقى بقيه الايام، هتبقى هي بقى من الخامس بقى او ايا كان عدد الايام بتاعة المنسز بتكمل لحد بقى هي اليوم ال 14 مثلا على اساس ان هي 28 يوم. فبيقول from the 5th to 14th day of menstruation اللي هي from the end of menstruation to ovulation لحد وقت الاوفيوليشن لحد نهاية الفوليكولار فيز، تمام. بيقول لي بقى الكنترول الاستروجين اللي هو release from the growing follicles، تمام. وبعد كده بيقول لي ايه بقى الحاجات اللي الاستروجين بيعملها هنا. بيقول لي اول حاجه ان هو بيخلي الاندوميتريوم سيلز ان هي بروليفريت رابيدلي، تمام، بتبدا بقى يحصل لها بروليفريشن بسرعه. وبعد كده ذا ايبيثيليوم ري ابيرز اون السيرفس اون اوف الاندوميتريوم وذن ذا فيرست 4 تو 7 دايز. هي اصلا كلها بتبقى حوالي 9 ايام، لان احنا قايلين اهو من الفيفث للفورتينث بقى كده 9 ايام. الايبيثيليوم بيبدا يظهر من اليوم الرابع للسابع، ايه مش من يوم، في اول من 4 ل 7 ايام يعني. وبعد كده قلنا الجلانس بتبدا كمان هي يحصل لها ديفلوبمنت في الاستروما والبلاد فيزلز تبدا تظهر. وبعد كده بيقول لي بقى ذا اندوميتريوم سيلز بروليفريت كونتينوسلي سو ذا اندوميتريوم سيكنس بيوصل في نهايه الفيز دي بيبقى من 3 ل 4 مليمتر، تمام كده. ندخل بقى على الفيز اللي بعدها بقى اللي هي السكريتوري فيز. قلنا السكريتوري فيز دي اللي هي تقريبا بتبقى قدام اليوتيل فيز، الديوريشن بتاعتها دي بقى 14 داي بالظبط. احنا كده كده قايلين ان اليوتيل لازم تبقى اخر 14 يوم، فدي هي لازم 14 يوم برضه. بيقول لي بقى ايه from the 15th to the 28th day of the menstrual cycle اللي هو ما بين الداي بتاع الاوفيوليشن اند الداي وين ذا نيكست سايكل ستارتس، تمام كده. وبعد كده بقى بيقول لي الكنترول، احنا قلنا ان الكوربس ليوتيم هو اللي بيبقى في اليوتيل فيس وهو بيطلع البروجستيرون ويطلع الاستروجين بكميه اقل، فالبروجستيرون هو الاكتر وهنعتمد عليه هنا اكتر. بيقول لي هنا بقى ايه ان الاستروجين از ريسبونسبل فور الريبير اوف الدامج اندوميتريوم اند الجروث اوف الجلاند. يبقى احنا عندنا الجروث اوف الجلاند ده كده بتاع الاستروجين، وهيعمل بقى ريبير للدامج اللي حصل من وقت المنستريشن. بعد كده بقى البروجستين از ريسبونسبل فور ذا فارذر جروث اوف ذيس ستراكشر. يبقى الجروث هيبقى الاستروجين، الاساس بيبقى الاستروجين، البروجستيرون بيزود ويكمل عليه، يبقى further growth of this structure. بيقول لي بقى ان the secretory activities in the endometrium عشان دي كده اسمها ال secretory phase. بيقول لي بقى ال changes اللي بتحصل ايه، the endometrial glands become more tertuous by increasing in size. كلمة tertuous دي مهمة قوي قوي قوي. اول tertuous دي لما تيجي في بالي افتكر البروجستين وافتكر ال secretory phase. the cytoplasm of the stromal cells increase because of the deposition of the glycogen and the lipids. بيبقى فيه glycogen و lipids. many new blood vessels appear within the endometrial stroma وال blood vessels also become tortuous. يبقى tortuous على طول افتكر secretory phase. the blood supply to the endometrium increase. the thickness of the endometrium increase to 6 mm بيزيد ل 6 mm انما قبل كده كان من 3 ل 4. this phase is preparatory phase for the implantation of the ovum على اساس بقى ان المفروض هيحصل ال fertilization وتجيل ال ovum بقى، تمام. نرجع بقى لايه للمنستريول اللي هي الديستركتيف فيز دي بقى. بيقول لي بتبقى من اليوم الاول لليوم الثالث او الخامس، حوالي من 3 ل 5 ايام. ايه بقى السبب بتاعها؟ مش احنا قلنا الكوربس ليوتيم خلاص ما بقاش موجود، يبقى كده ما بقاش وحصل له ديجنريشن في الاخر، فما بقاش فيه لا استروجين ولا بروجستيرون، واصلا الاندوميتريوم بتعتمد عليهم، فكده الاندوميتريوم هتنهار. بيقول لي بقى الكنترول ذا ديجنريشن اوف الكوربس ليوتيم اند ديكريز ذا ليفل اوف الاستروجين اند البروجستيرون.
بيقول لي بقى التشينجز 2 days before the onset of the bleeding on the 26th day of the previous cycle، اللي لما هنبقى بقى في اخر اليوتيل فيست، there is a sudden reduction in the release of the estrogen والبروجستيرون، فجأة قاله the lack of the estrogen and the progesterone causes sudden involution of the endometrium اللي هو reduction of the thickness up to 65% of the original thickness، ان هي اصلا بتقل في الثيكنس قوي. During the next 24 hours the tortuous blood vessels in the endometrium undergo severe constriction، حتى ال blood vessels كمان بيحصل لها constriction. طب ليه ال blood vessels بيحصل لها constriction؟ بيقول لي بسبب ان خلاص ان endometrium الثيكنس بتاعها قل، وان الاستروجين والبروجستيرون قلوا، اللي هم اصلا الفازو دايليتورز، فهم قالوا فخلاص كده هعمل فازو دايليتيشن ازاي. تاني حاجه بقى ان بيبقى في عندي كمان فازو كونستريكتورز اللي هم البروستاجلاندز، تمام كده. فبيقول لي بقى ايه الانفليشن اوف الاندومتريوم، وبعد كده عندنا الفازو كونستريكتورز از البروستاجلاندز والسادن ليك اوف الاستروجين اند البروجستيرون واتش ار الفازو دايليتورز. بيقول لي بقى إذا vaso constrictions lead to hypoxia which results in necrosis of the endometrium، ال vaso constriction اللي حصل لي في ال blood vessels ده هيعمل لي hypoxia، فبيحصل necrosis لل endometrium، ال blood vessels اللي كانت بتغذيها خلاص حصل لها vaso constriction، كان blood supply بتاعها بقى وحش قوي. بعد كده بيقول لي بقى ايه accumulation of the metabolites lead to the vasodilation of the endometrial vessels leading to a rush of the blood and the rupture of the blood vessels and the sloughing of the endometrium. الميتابولايتس هتبدأ تتجمع كمان، فهتقوم عاملة لي vasodilation اصلا والاندومتريوم بتنهار، فده يخلي الدم يتدفق بكمية اكبر والاندومتريوم بقى خلاص انهارت. بيقول لي بقى ايه the descomated tissues and the blood in the endometrial cavity initiate the contraction of the uterus which expels blood along with the squamated uterine tissues to the exterior vagina. انا بقى عندي خلاص الدم خلاص بقى موجود والاندومتريوم انهارت، بقى في ديسكوميتد تيشوز كتير، فالحاجات دي كلها اليوترس مش عايز يسيبها، مش اليوترس عايز ينظف نفسه، فتخلي اليوترس يفضل يعمل كونتراكشن لحد ما يطردهم بره ناحية الفاجينا عشان يخرجوا بره. بيقول لي حوالي 35 مللي من البلاد بتخرج مع 35 مللي اوف السيروس فلو. طب انا قاعده بتكلم ان انا عندي دم دلوقتي في اليوترس، ايه بقى اللي مش بيخلي اصلا ان الدم ده يتجلط في الرحم؟ بيقول لي ان انا في عندي الفايبرينولايسين كوز اللايتس اوف الكلوت انتو اليوترين كافيتي سو ذات ذا اكسبيلد من السيروال فلويد دوزنت كلوت، ان انا بيبقى عندي الفايبرينولايسين ده بيكسر اي كلوت تبدا تتكون في اليوترين كافيتي، فعشان كده مش بيحصل كلوت في المنستيروال فلويد ده. بعد كده the day when the bleeding starts is the first day of the menstrual cycle، مش احنا قلنا ان اليوترس بيطرد البلد بره عشان يخرج في الاكستيريور فاجينا، اليوم بقى اللي الدم بيبدأ ينزل فيه ده كده اللي هو اول يوم في المنستيرول سايكل اللي هو بقى بداية الحيض. At the end of the menstrual phase a thin layer of 1 millimeter of the endometrium remains as most of the endometrial stroma is descomated. خلاص بقى احنا قلنا الاندوميتريوم حصل لها انهيار، فبيقول لي مع نهاية المنستير والفيس دي ان بيبقى الثيكنس بتاع الاندوميتريوم بيبقى يا دوب 1 مللي، تمام. واحنا كنا قلنا ان هي في البروليفريتيف فيس ان هي بتبقى من 3 ل 4 مللي، السكريتوري فيس ان هي بتبقى 6 مللي، تمام كده. نرجع بقى على الحتة دي كده بسرعة. فين الرسمة؟ اهي. اول حاجه هنبدا بقى خلاص احنا فهمنا الجزء ده، هنبدا بقى من اول المنستريشن، من اول فيس عادي من داي 1 ان انا عندي الكوربس ليوتيم منهار، فما بقاش في الاستروجين والبروجستيرون، فالاندومتريوم هتبدا تقل في السكنس بقى وتحصل التشينجز الثانيه كتير وتبدا تنهار خلاص، تمام، وينزل عندي الدم. وبعد كده هنبدا بقى في البروليفريتيف فيس عشان بقى عندي الاستروجين من الجروينج فوليكل، فيبدا يعمل بروليفريشن للاندومتريوم، تمام، سواء بقى في الجلاندز والبلاد فيزلز والكلام ده كله. وبعد كده البروجستيرون من الكوربس ليوتيم مع شويه الاستروجين بيعملوا السكريتوري فيس في الاندومتريوم في الرحم يعني، فبيحصل ان هما بقى بيخلوا البلاد فيزلز تبقى تورشوس والجلاندز تورشوس ويزودوا السبلاي والكلام ده كله، تمام. وندخل بقى على المنستريشن ونعيد اللفه دي تاني.
اهو بيقول لي المينستيرول دي من 3 ل 5 ايام بيحصل ديجينيشن للكوربس ليوتين، في الاستروجين والبروجستيرون يزيدوا. من اليوم 26 بيحصل بيقل الاستروجين والبروجستيرون، فالاندوميتريوم يبدا يقل السكنس بتاعها، والبلاد فيزلز يحصل لها فازو كونستريكشن نتيجه ان الاستروجين والبروجستيرون قلوا، والانفليشن بتاع الاندوميتريوم وان انا طلع عندي فازو كونستريكتور زي البروستاجلاندز. وبعد كده بيقول لي ان الفازو كونستريكشن ده يعمل نكروزس للاندوميتريوم، الميتابولايتس هتبدا تتجمع وهتعمل فازو دايليتيشن للاندوميتريال فيزلز، فهتخلي الاندفاع بتاع الدم جامد، وبيحصل رابتشر البلاد فيزلز والاندوميتريوم تنهار خلاص، وتخرج بقى البلاد والديسكوميتد تيشوز اللي هي خارجة من الاندوميتريوم دي، اللي هيخلوا اليوترس يعمل كونتراكشن عشان يطرد الحاجات دي بره بسرعة في الفاجينا. بيخرج حوالي 35 مللي سواء من البلاد او سيروس، مش بتتكون كلوتس عشان الفايبرينولايزن بيكسر الكلوتس دي. وبعد كده اليوم اللي البليدنج بيبدأ فيه ده هو الفيرست داي بتاع المينستيرول سايكل، في نهاية المينستيرول سايكل دي بيبقى السكنس بتاع الاندوميتريوم حوالي 1 مللي مليمتر يعني، ماشي. بعد كده البروليفيريتيف فيس دي اللي هي بتبقى قصاد الفوليكولار فيس في الاوفريان سايكل، بتبقى حوالي من اليوم الخامس لليوم ال14 لحد ما الاوفيوليشن يبدا، بيبقى الاستروجين اللي بيطلع من الجروينج فوليكل بيعمل بروليفريشن للاندوميتريوم، بيخلي الايبيثيليوم يرجع يظهر تاني، بيخلي الجلاندز تبدا تحصل لها ديفلوبمنت، والبلاد فيزلز ان تتكون، والاندوميتريوم بيحصل لها بروليفريشن بتبقى من 3 ل 4 مليمتر. بعد كده عندها بقى السكريتوري فيز، بتبقى من يوم 15 لليوم 28، بتبقى 14 يوم من الاوفيوليشن لحد السيكل الجديد لما بتبدأ، بتبقى عندها الكوربس ليوتين بيطلع البروجستيرون كتير والاستروجين بكمية اقل، فالاستروجين يصلح الحاجات اللي بايظة، والبروجستيرون يبدا يعمل فارذر كروس ويعمل السكريتوري اكتيفيتي بقى. بيقول لي التشينز اللي بتحصل ان الاندوميتريال جلانس بتبقى تورشوس، السيتوبلازم بيبقى فيه جلايكوجين وليبيدز، نيو بلاد فيزلز بتتكون، البلاد فيزلز برضو بتبقى تورشوس، البلاد سبلاي بيزيد، السكنس بتاع الاندوميتريوم بيبقى 6 مللي كده، احنا الرحم بقى على تم استعداد ان هو يستقبل الفيرتيلايزد اوف. بيقول لي بقى عندي ايه، في بقى عندي في اليوترين سايكل دي في حاجات تانية بتحصل برا اليوترس. بيقول لي ايه التشينس اللي بتحصل في السيرفكس وايه التشينس اللي بتحصل في الفاجين. بيقول لي في البروليفريتيف فيز اللي بتاعه السيرفكس، يعني ايه التغيرات اللي بتحصل في السيرفكس، بيقول لي ان الميوكس ميمبرين بيبقى اقل. بروليفريتيف فيز دي اللي هي بيبقى فيها الاستروجين، الميوكس ميمبرين بيبقى اقل وبيبقى مور اركالاين بسبب الاستروجين، عشان يساعد يخلي السبرمز تعرف تتحرك بسهوله. helping in survival and motility of the spermatozoa these changes reaches the maximum at the time of the ovulation when the ovum is ready for the fertilization. كل الحاجات والعوامل بتتهيأ ان هي تساعد في ان عشان تتم عمليه الفيرتلايزيشن بنجاح، تمام. فعشان كده الميوكس ممبرين بيبقى اقل ومور الكالين عشان يساعد في مرور السبرم عشان يوصل بسهوله للاوفم عشان تحصل الفيرتلايزيشن. بيقول لي التشانس بتاعت في الفاجينا، بيقول لي الابيثيليال سيلز بتبقى كورنيفايد برضو بسبب الاستروجين. تاني حاجه عندي في السكريتوري فيز بقى، بيقول لي السكريتوري فيز دي اللي هي قلنا من اول الاوفيوليشن، الاوفيوليشن يعني خلاص الاوفم خرجت، ولو حصل فيرتيلايزيشن خلاص فهو حصل. بيقول لي ذا ميوكس ميمبرين بيكمز مور سيك اند اديزيف بيكوز اوف البروجستيرون، بتمنع خلاص ان اي حاجه ممكن تعدي تاني. بعد كده بيقول لي في الفاجينا بقى زي ابيثيليوم بروليفريت بيكوز اوف البروجستيرون، it is also infiltrated with the leukocytes. These two changes increase the resistance of the vagina for the infection. إن ال epithelial cells بيحصل فيها proliferation بسبب البروجستيرون، وإن بيبقى فيه leukocytes كتير عشان الحاجات دي تحافظ على الفاجينا من يحصل infection. آخر حاجة بقى هنبدأ نقولها، في بقى إيه حاجة بتحصل اسمها ان اوفيلاتري سايكل. ايه بقى الان اوفيلاتري سايكل دي؟ بيقول لي من السيرول سايكل ما بتحصلش فيها جزء الاوفيليشن ده مش بيحصل. طب جزء الاوفيليشن ده مش بيحصل ليه؟
نتيجة أول حاجة إن ما حصلش ال ال اتش سيرج، بيقول ذا ليك اوف ذا بري اوفيلاتري سيرج اوف ال اتش. مش احنا قلنا ال اتش سيرج دي كلمة دايما مرتبطة بإيه؟ بالأوفيليشن. تاني حاجة بيقول إن ال ال اتش سيرج دي حصلت ولكن الأوفري ما كانش قادر إن هو يستجيب ليها. فبيقولي اذا من السيرول بليدنج اكيورز بات ذا ريليز اوف الاوفم دازنت اكيور. مش احنا قلنا الاوفيليشن معناها التبويض، اللي هو ان الماتيور اوفم تخرج من الجرافيوم فولكين. بيقول لي هنا بقى خلاص ما ان اوفيلاتري، يعني ما حصلش اوفيليشن، فكده الاوفم مش هتخرج. الكوزز بقى بتاعتها، في عندنا فيسيولوجيكال كوزز. بيقول لي فيرست فيو سايكلز، فيرست فيو سايكلز دي اللي هي السايكلز في بدايه البيوبرتي، اول كام شهر كده ولا حاجه، بتقعد في عند الفيميل اول ما هي بتدخل في البيوبرتي. ممكن يبقوا ان اوفيلاتري سايكلز وممكن يبقوا الريجولار كمان. وبعد كده زي لاست فيو ييرز بيفور المينوبوس، برضو لما تبقى داخله على المينوبوس ممكن برضو تبقى عندها الان اوفيلاتري سايكلز دي. بعد كده بيقول لي بقى ايه البرولونج سيفير اكسرسايز بروجرام، لو هي ضغط على نفسها في الاكسرسايز قوي، زي لونج تيرم يوز اوف الاورال كونتراسبتيفز، اللي هي حبوب منع الحمل. تاني حاجة بقى عندي بيقول لي الباثولوجيكال كوزز، في عندي الهرمونال امبالانس ان الهرمونات اصلا فيها مشكلة، ممكن عندي ايتينج ديس اوردرز، الهايبوثالاميك ديس فانكشن ان هي الجونادوتروفيك ريليزنج هرمونز اللي هي جي ان ار اتش طالعة مثلا بكمية مش كويسة او بتاع، فمش عارفين نطلع ال ال اتش والكلام ده كله. تيومرز ان البيتوتري جلاند او الاوفري او الادرينال جلاند. تمام كده. وبعد كده بقى التشنجز عندي اللي بتحصل ايه. اول حاجه ان انا عندي الجرافيوم فوليكل هنا فيلز تو رابتشر تو اكسبل الاوفم، مش بتقدر ان هي ترابتشر عشان تطلع الاوفم. ات كونتينيوز تو جرو اند سكريت الاستروجين سين ديجنريت. خلاص بعد كده بقى بيحصل لها ديجنريشن، نو بروجستيرون سكريشن، عشان خلاص احنا اصلا البروجستيرون كنا بنطلعه من الكوربس ليوتين، فالكوربس ليوتين بيتكون من الرابتشر جرافيوم فوليكل، ما بقاش في رابتشر جرافيوم فوليكل، ما بقاش في كوربس ليوتين خلاص. زي يوتراين تشينز ار دي الاستروجين الون. تمام. بيقول لي ان اليوترين التشينس اللي بتحصل بتبقى بسبب الاستروجين بس، اللي هو بيطلع من الجرافيوم فوليك، ما بقاش في حاجه بتحصل بسبب البروجستيرون. وبعد كده بقى عندي ايه زي من الاستروجين اكيورز ريجولارلي، بتحصل بتبقى ريجولار عادي، بات ات از كاركترايزد باي ان هي بتبقى اقل الايام. مش احنا قلنا بتحصل في 3 لـ 5 ايام؟ لا، ممكن تقعد اقل من ده. وبعد كده بيقول لي الشورتر بيريد اوف المنستريشن اللي هي دي، معلش، اللي هي بتقعد اقل من 3 لـ 5 ايام، انما الشورتر بيريد اوف السايكل دي السايكل كلها مثلا هي في الطبيعه 28 يوم، لا هتقعد اقل من ال 28 يوم دول. وبعد كده عندي بيقول لي سمولر اماونت اوف المنسترال بلاد، البلاد احنا كنا قايلين البلاد اللي بينزل حوالي 35 مللي، لا هلاقيه اقل من دول. تمام كده. في لي بقى ايه الحاجات اللي انا بعرف بيها حصل اوفيوليشن ولا لا، في عندي كذا علامه ممكن تبين لي ان في اوفيوليشن. اول حاجه بيقول لي زاد التيمينيشن اوف ذا اويكينج بيزال بادي تمبريتشر، ان عندي البيزال بادي تمبريتشر بتزيد حوالي نص درجه لما بيحصل اوفيوليشن. بيقول لي ان ده بيفضل موجود ثرو اليوتيل فيز. تاني حاجه ان انا بشوف بقيس الليفل بتاع الهرمونات في الدم، ان البلازما بروجستيرون ليفل بيزيد بعد الاوفيوليشن. تالت حاجه عندي ان انا بشوف الليفل بتاع الهرمونات في اليورين، بيقول لي البريجنانديول اللي هو ده بروجستيرون ميتابولايت ده بيزيد حوالي 3 او 4 ايام كده بعد الاوفيوليشن. بعد كده بيقولي كمان ان الالترا ساوند بيوريني الكورباس ليوتيم اللي لسه متكون، فالكورباس ليوتيم ده هيتكون، يبقى كده حصل اوفيوليشن. تمام. وطبعا كل الحاجات دي اللي هي بتاعه البروجستيروم هي طالعه من الكورباس ليوتيم، فكده حصل اوفيوليشن عادي. اخر حاجه بقى بيقولي ان هو السيرفايكال ميوكس باتر بيبقى سيك واسيدك ذات فيز دو بي ستريتش. طبعا احنا قلنا الحاجات دي كانت اللي هي بتاعه السكريتوري فيز بسبب البروجستيروم برضه. تمام كده. احنا كده خلصنا، ناخد يعني بسرعه كده على المحاضره. اول حاجه الاستراكشر، قلنا الاوفري، الفالوبيان تيوب، اليوترس، السيرفكس، الفاجينا، والاكسترنال جينيتاليا. تمام. بعد كده قلنا ان الفيميل ريبرودكتيف اورجانس بتتكون من البرايمري والسكندري. البرايمري اللي هو الاوفري وعنده الجاميتوجينيك فانكشن والاندوكراين فانكشن. بعد كده السكندري سكس اورجانس اللي هي الجينيتال داكس والاكسترنال جينيتاليا والبريست.
السيكشوال لايف في الفيميل بتتقسم لثلاث مراحل: البري بيوبرتال بيريود والريبرودكتيف بيريود والبوست مينوبوزال. البري بيوبرتال من البيرث للبيوبرتي، الريبرودكتيف من البيوبرتي للمينوبوز، البوست مينوبوزال من المينوبوز لحد اخر حياتها. الاوجينيسيس ده عندنا بيبقى بيتكون من مرحلتين: انترا يوترين واكسترا يوترين. الهدف بتاعه ان احنا نحول الاوسايت اللي هي 46 وبتبقى عندنا سنجل ستراند لماتشر اوفا، من هي ممكن يحصل لها فيرتلايزيشن، اللي هي بيبقى عندنا 23 كروموسوم، بتبقى عندنا سنجل بتبقى عندنا سنجل ستراند. تمام. الاوغونيوم هنا بتتحول للبرايمري اوسايت بالميتوتيك ديفيجن، تدخل في الفيرست ميوسيس وتقف فيه لحد ما يحصل البيوبرتي، تيجي قبل الاوفيوليشن تبدا تكمله، تطلع لنا سكندري اوسايت وفيرست بولر بادي كده، تطلع لنا السكندري اوسايت لما يحصل الفيرتلايزيشن، تطلع الاوفا وبعد كده البولر بادز كلهم. تمام. ودول كده هو تقريبا الكلام اللي احنا قلناه. والفيميل سايكل في عندنا الاوفريان سايكل وفي عندنا اليوترين سايكل. الاوفريان سايكل بتبقى عبارة عن ثلاث مراحل: فليكلر والاوفيليشن واليوتيل فيس. الفليكلر ان الفوليكلز تبدأ تكبر كلهم ما عدا واحدة بس اللي بتكبر في الاخر، بيبقى اسمها جرافيان فوليكل، تطلع لنا الاستروجين، والبرايمري اوسايت تكمل الفيرست ميتيك ديفيجن. الاوفيليشن بتطلع الاوفم من الجرافيان فوليكل، وبعد كده عندنا باقي الجرافيان فوليكل تكون لنا الكوربس ليوتيم ونشوف هيحصل معاه ايه. يوتراين سايكل ان انا عندي اول حاجة لما بيقل الاستروجين والبروجستيرون الاندوميتريوم بتنهار وبتنزل المنستروشن، وبعدها على البروليفريتيف فيز اللي هي الاستروجين بيبدأ يكون الاندوميتريوم تاني من الاول. سكريتوري فيز اللي بتبقى استروجين وبروجستيرون، بس البروجستيرون اكتر والاستروجين يكمل بناء الاندوميتريوم. الاتشينس اللي بتحصل في السيربكس والفاجينا، تمام، يعني دول سهلين ان يتقروا، ما فيهمش حاجه. الاوفيلاتري فيس دي الفيس اللي ما بيبقاش فيها ايفيوليشن نتيجه ان ما حصلش ال اتش سيرج، او الاوفري ما استجابش لل اتش، وبتبقى عندنا كذا سبب. المهم ان الجرافيوم فولت مش بيحصل لها رابتشر، فعشان كده الاوفر مش بتخرج. ودي الدايجنوز بتاعت الاوفيوليشن اللي هم العلامات بتاعت الاوفيوليشن عشان اعرف بيها، كلهم بتدل ان في بروجستيرون ولا لا. اخر حاجة احنا خلصنا خلاص. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المحاضرة وفهمتوا. انا اسفة لو طولت عليكم، انا حاولت الون لكم الكلام يعني لازم تاخدوا بالكم منه. هنقول بس الدعاء ده كده: اللهم اني استودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فردوه عند حاجتي الي، انك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لو في اي حاجة انتم مش فاهمينها او اي حاجة حابين تسألوا فيها، ابعتوا وانا هفهمها لكم ان شاء الله.